أحسن. يا ابو ركان، حسابات الدوري بعيدا عن العاطفه واللي قاله ماجد مثلا 7 مباريات، خلني اخذها معك بحسابات المدير الفني للاتحاد. علامه كامله، فريق هو حامل اللقب، ابلعب على ارضه وبين جمهوره، فليش ما يكون ايضا من ضمن خياراتي ان ابحث عن التعادل بنقطه؟ صحيح انا اخسر نقطتين، لكن برضو الهلال حيخسر نقطتين على ارضه وبين جمهوره. هذا كلام واقعي. انت بتلعب مع الهلال، الاتحاد بيلعب مع الهلال، لازم حسابات تختلف عن اي فريق اخر، والهلال بيلعب مع الاتحاد، لازم حسابات جسوس كمان تختلف عن اي فريق اخر. طبعا الفرق اللي الان الصداره بتحافظ على الصداره باسلوب تكتيكي معين. انا اتوقع يعني انه المدرب الفرنسي جديد داخل تحدي مع نفسه في هذه المباراة، إنه لازم يكون اختيار التشكيلة المناسبة. درس الهلال، يجب أن يكون درس الهلال، أكيد اتفرج على كل مباراة الهلال السابقة أمام الاتحاد وشاف الهلال بتفوق من أي ناحية أو إيش التكتيك المعين اللي بيلعبه الهلال اللي خلاه يتفوق على الاتحاد. أكيد هيغطي النقاط اللي فيها مشاكل كانت في الاتحاد. الاتحاد كان يعني المشاكل كانت من الاداء اللعيبه ومن المدربين، يعني ما كان اللعيبه بارزين ولا كان المدرب عنده تكتيك معين انه يحافظ على الاتحاد. الاتحاد كان عنده روح، ما كنا نشوفها الروح هذه، اسمه كان روح الاتحاد، لكن للاسف في الماضي امام المباريات الكبيره امام الهلال ما كان يشوف الروح اللي كان يمتاز فيها الاتحاد. أكيد الروح بعد مباراة الوحدة، طبعا أنا أتفق مع الخبير ماجد بخصوص أنه المباراة الأولى هذه يدافع الوحدة ردة فعل أو فعل أو كذا، لكن أكيد أنه لها دور كثير. طمنت الجمهور الاتحادي على أداء الفريق للاتحاد، لما نخش أمام الهلال كان جمهور الاتحاد في رهبة من المباراة، لكن أعتقد هيكون حضورهم جيد في ملعب الرياض إذا ممكن يناصف جمهور الهلال في المباراة. أكيد حتكون ملعب الهلال في أرينا، والملعب يعني المباراة في استاد الأمير فيصل بن فهد يا أبو ركان. ما في أرينا، لا في استاد الأمير فيصل بن فهد. لسه 70% للهلال 30% للاتحاد. أوكي 30% هذه اكيد انا متاكد ان الاتحاد هيحضر. الاتحاد الان بيتابع نجومه، بيتابع قوه الفريق اللي زادت على النادي، فهنا المباراه حتكون ممتعه. ولا تستبعد، انا لا استبعد التعادل في المباراه اذا كان تكتيكات المدرب لاعبين على التعادل.